وخلال كلمته ألقى الرئيس السيسي أيضا الضوء على عدة مشروعات بتمثل فخر للقارة الإفريقية، مثل مشروع سد جوليوس وأيضا في تنزانيا العملاق، وأيضا هذا السد اللي نفذته مصر. وألقى أيضا السيد الرئيس إلى تقديم مصر 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في الدول الإفريقية. كلنا كنا متابعين الحقيقة ده وقت كورونا. تعالوا نستمع إلى جزء آخر من كلمة السيد الرئيس. واسمحوا لي في هذا السياق أن ألقي الضوء على أحد المشروعات التي تمثل فخرا لقارتنا، والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإرادة السياسية، هو مشروع سد جوليوس نيريري العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة. هذا السد الذي يتم تنفيذه بأيادي مصرية وتنزانية وسيولد طاقة كهربائية تقدر ب 2.5 جيجا وات، حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع امتلاكها خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهي الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة. أما في مجال التصنيع الدوائي فقد كان من الضروري تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بالكمثة، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. وبناء عليه قدمت مصر مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكمثة، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليا لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال الحيوي. فضلا عن تزايد الاهتمام الذي وجهته مصر للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولا للإعلان عن تقديم مصر ل 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وبما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات الطبية.